من متى حسيت انك انت عندك شيء تبغي تكتبه؟ قبل سنة. طيب خبرني شو يعني، هل كنت تقرا مثلا قصص لاطفال يعني، وبعدين حبيت انك انت تقدم شيء ايضا بدورك؟ نعم. زين خلنا نعرف اول شيء شو اشياء الاشياء اللي كنت تقراها قبل سنة. وايد قصص ما اتذكر. يعني قصص اطفال بالعربي بالانجليزي باي لغة كنت تقرا؟ بالعربي كنت تقرا بالعربي. زين الحين أنت قدمت اليوم للقارئ الصغير اللي يمكن يكون في عمرك أو أصغر هذا الكتاب اسمه أكتب مع علي. قلت قبل سنة قررت أنك أنت تكتب هذا الكتاب. كلمني يعني كيف بديت في كتابته؟ شو أول شيء سويته؟ عشان الأطفال يعرفون يتعلمون يكتبون. أنت حبيت أنه يعني تساعد أن أصدقائك أنهم يتعلمون يكتبون. إذن شو الموجود في هذا الكتاب؟ هل هي قصة؟ كلمني عنها أكثر. أن أول شيء أنت تكتبين اسمك، وأن الناس راحوا رحلة، والرحلة أن هي تكتبين وين راحوا وترسمين وما حصلوا شيء وأنت تكتبينه. حلو. وآخر شيء أيضا الأطفال ممكن يشاركون أنهم يلونون أيضا هذه القصة ويقرونها في نفس الوقت. حلو. طيب أستاذ محمد يعني خلنا نتكلم عن الكتاب هذا اليوم، يعني هل لقى قبول عند الأسر والأطفال اللي زاروك في الجناح؟ والله أنا يعني خلاني أندم إن ما نشرت له سابقا. هو كان وهو صغير يعطيني قصص، وهو ضعيف في الكتابة طبعا لسنه الصغيرة يعني، فكنت أسجل القصص هذه بالتليفون ولازلت أحتفظ بالقصص هذه المسجلة بصوته، فدائما كان يريد ينشر، أريد أنشر، يشوف عبد الله الإحبابي، يشوف أطفال عندي في نبطي ينشرون وكذا. يقول بابا أريد أنشر، أقول لا تمكن من أدوات الكتابة وبعدين راح نخليك تنشر. جميل. هل يحضر الكتاب آخر الآن؟ ما بعد. أعتقد أنه يفكر في الكتاب هذا، هو لازال في أن الكتاب هذا تفاعلي ولا ينتهي، فهو دائما كل ما يتعامل مع الطفل ويحاول يكتب معه كل ما يغوص في القصة أكثر، إن شاء الله أنه يطلع من القصة هذه ويقدم لنا أشياء جديدة. إذن هذا الكتاب متوفر في دار نبطي للنشر، اللي حاب أنه يقتني هذا الكتاب لطفله.